مشاهدينا، بالعودة لمتابعة آخر التطورات الخاصة بالملف السوداني، وخاصة نحن نتحدث عن عودة وجهود مصر لعودة أبنائها إلى أرض الوطن، نذهب الآن إلى زميلتي نانسي نور من موقع قاعدة شرق القاهرة. نانسي، تحياتي لك من جديد وإليك الكلمة، تفضلي. أيا أجدد ترحيبي بيكي وبمشاهدي إكسترا نيوز. مشاهدينا، ما زلنا مع حضراتكم حتى هذه اللحظات في قاعدة شرق القاهرة الجوية، بنستقبل معكم عدد كبير وهائل من الطائرات لليوم الرابع على التوالي الذي يحمل على متنه عدد كبير أيضا من المصريين القادمين في السودان. حتى هذه اللحظة بنتحدث عن 10 طائرات عسكرية مصرية قدمت من السودان على متنها عدد كبير للغاية من المصريين الذين قدموا إلى أرض الوطن، ربما هاربين من الأوضاع الصعبة المحتدمة في الداخل السوداني. الحقيقة يعني آية، الوضع كما ذكرت لك سابقا وضع مليء بالبهجة والفرحة. الطائرة بدأت بالفعل يعني بالوقوف ورائي استعدادا لنزول يعني المصريين من داخلها. على مدى الرحلات الماضية كان يعني على متن هذه الطائرات أعمار متفاوتة، الأطفال كان لها الأولوية متواجد داخل الطائرات التي هبطت بالفعل. يعني العبور الجوي من السودان حتى مصر بدأ منذ قرابة 4 أيام، كنا متواجدين معكم في 4 أيام في قاعدة شرق القاهرة الجوية لاستقبال المصريين العائدين من السودان. الحقيقة أن في تنسيق كبير للغاية وجهود جبارة تبذل من قبل القيادة المصرية جمهورية مصر العربية لاستقبال أو إجلاء الرعاية المصريين من الداخل السوداني. هناك تأمين مستمر ولحظي مع الجانب السوداني لتأمين رحلة المصريين، خاصة كمان أنه كان في تأمين للمصريين الذين ينتقلوا من منطقة لمنطقة حتى يصلوا إلى بورت سودان أو المطارات الأخرى التي تتواجد بها طائرات عسكرية مصرية للقدوم إلى أرض جمهورية مصر العربية. كان في أيضا خلية أزمة تم تشكيلها بأسرع وقت منذ بداية الأزمة في السودان في 15 أبريل تقريبا، خلية أزمة تعمل على قدم وساق وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز المخابرات العامة، وزارة الهجرة اللي كانت أيضا يعني في تواصل بينها وبين المصريين في الداخل، خاصة يعني الطلبة المصريين، لأنه كمان الملاحظ أنه على مدار الرحلات الماضية كان في نسبة كبيرة جدا من الطلبة المصريين الذين كانوا يدرسون في السودان، وعند سؤالهم كان بيتم القول أنه وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي ووزارة الهجرة كانوا بيتواصلوا معهم بشكل لحظي وبشكل فوري على مدار الساعة لطمأنتهم أنهم سيعودوا مرة أخرى إلى أرض جمهورية مصر العربية بسلامة. وأيضا يعني كان هناك تطمينات بشكل لحظي وتنويهات على ضرورة البقاء في المنزل، ضرورة الاحتماء، أماكن أيضا التجمع لنقل المصريين، أماكن الارتكاز، يعني عملية تنقلهم من محافظة لمحافظة أو منطقة لمنطقة في الداخل السوداني حتى وصولهم إلى المطارات اللي فيها طائرات مصرية مستعدة لجلب المصريين إلى هنا. يمكن في اليوم الأول استقبلنا طائرتين، وبعد كده بدأ العدد يزداد وتيرة النقل بدأت تزداد في العبور الجوي. حتى اليوم بنتكلم عن 10 طائرات حتى هذه اللحظة. طبعا بالتوازي أيضا بيسير العبور البري على قدم وساق مع العبور الجوي. العبور البري من معبر أرقين ومعبر قسطل، أعداد كبيرة أيضا من المصريين تم نقلها من هناك، وأعداد أيضا كبيرة من غير المصريين، الرعاية الغير مصريين الذين يريدون الوصول إلى أرض جمهورية مصر العربية أو بشكل عام بيبحثوا عن دول الجوار ليلجأوا إليها في هذه يعني اللحظات للذهاب إلى الاحتماء دعوني أقول. ولكن بعد يعني طبعا التواصل مع السلطات المصرية ومع الجانب المصري وتواصل الجانب المصري مع الدول الأخرى، خليني يعني أذهب إلى الصورة. بدأت بالفعل الأعداد من الطائرة يعني تبدأ بالنزول أو بدأ المصريين في التوافد كالعادة. الممر الذين يمرون عليه أسميناه بالممر الشرفي
يعني فخرا بقدوم المصريين واعتزازا بقدومهم إلى أرض الوطن أو عودتهم مرة أخرى إلى أرض جمهورية مصر العربية. سيدات، رجال، أطفال، مسنين، يعني على مدى الرحلات التي تبعناها سويا كانت كل الفئات العمرية موجودة. الخدمات اللي بتقدم كل الخدمات متوافرة، وده يعني على مرأى ومسمع منا ونحن موجودون في قاعدة شرق القاهرة الجوية أو حتى عند سؤالنا أو لقاءاتنا التي أجريناها مع المصريين القادمين. الكل كان بيتحدث إن الحقيقة السلطات المصرية أو المسؤولين المصريين كانوا على أتم الاستعداد وكانوا يقوموا بتقديم كل الخدمات، كل متطلبات المصريين القادمين من هناك. كالعادة أيضا يعني الأعلام المصرية ترفرف في أيدي المصريين القادمين سعيدين فرحين بانتمائهم لهذا الوطن واهتمام الدولة المصرية بعودتهم إلى أرض الوطن مرة أخرى. يمكن كمان عند سؤالنا أو عند لقاءاتنا مع المصريين القادمين، هل كنتم واثقين أن الدولة المصرية ستعمل على إعادتكم مرة أخرى إلى أرض الوطن؟ كانت الإجابة إن إحنا متأكدين إن الدولة المصرية لن تتركنا، ووثقين كل الثقة إن الدولة المصرية لن تتركنا. وكنا نتحدث في السودان إن إحنا متأكدين إننا سنعود مرة أخرى إلى أرض الوطن. فيما يتعلق بالأرقام، الحقيقة إن في أرقام هائلة كما ذكرت لك على مدار الأربع أيام الماضية في العبور الجوي والعبور البري، ولكن ربما دعيني أتحدث معك أيضا عن يعني الأرقام الخاصة بغير المصريين. الحقيقة إن الجهود المصرية عملت على تسهيل الإجراءات لعبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية، والحقيقة إن أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16,000 مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى يوم 27 إبريل الجاري وهو اليوم. كمان كان في بيان للخارجية بيتحدث إن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت كمان أكثر من 14,000 مواطن، وبلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2,000 مواطن أجنبي من 50 دولة وست منظمات دولية. وبتستمر طبعا يعني الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين مما يحدث في السودان في ظل هذه الأوضاع المحتدة والاشتباكات العسكرية في السودان. والعمل أيضا يعني كان هناك عمل من قبل الجانب المصري على تخفيف المعاناة الناجمة عن المصريين هناك وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن. أيضا يعني عندما نرى هذه الصور ونرى فرحة المصريين بقدومهم إلى أرض الوطن مرة أخرى نتذكر يعني ما حدث على مدى الفترات الزمنية السابقة من أزمات، وإن مصر لم ولن تنسى أبنائها في الخارج. والحقيقة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية دائما بتعمل على تأمين رعاياها في جميع الأزمات اللي مرت بها العديد من الدول، وده طبعا لإيمانها الكامل إن أمن المصريين خط أحمر لا يمكن المساس به، وفي عقيدة راسخة كما تعلمي آية وكما يعلم مشاهدو إكسترا نيوز، عقيدة راسخة للدولة المصرية بتأمين مواطنيها في الخارج. والحقيقة دي كانت دي هي رسالة الخاصة بالقيادة السياسية المصرية في كافة الأزمات التي وقعت بالعديد من الدول، منها على سبيل المثال ما يتعلق بالأزمة الليبية وإعادة المصريين من هناك خلال الأزمة، وكان في أيضا يعني تسيير جوي لعدد كبير من الطائرات، أزمة الصيادين، ما يحدث في ووهان في الصين وهو انتشار فيروس كورونا، وكان في خط ساخن طبعا للتواصل مع أبناء مصر في هذه الأزمة في الخارج، وتم تسيير في هذه الأثناء 22 رحلة جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين أثناء هذه الأزمة. أيضا كلنا نتذكر ما كان يحدث في أفغانستان، والحقيقة أن مصر في هذه الأزمة سطرت ملحمة في سرعة التعامل لإعادة الجالية المصرية الموجودة هناك في ظل الظروف الصعبة. أيضا نذكر جميعا ربما آخرها ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، والحقيقة أن مصر كمان سرعت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، بداية من تأمين حياتهم مرورا بالتنسيق مع دول الجوار الأوكراني لاستقبالهم وصولا إلى تسيير رحلتهم المباشرة إلى القاهرة لإعادتهم لأرض
الوطن، وذلك الحقيقة كله بيعد دليل على قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية أبنائها مهما بلغت المخاطر، وبيؤكد أيضا على عقيدة الدولة المصرية بأنها لا تنسى أبدا أبنائها في الخارج، لا سيما في مناطق الأزمات، وفي حال وجود مخاطر وتحديات بتهدد حياتهم بتسخر كافة إمكانياتها للحفاظ على أمن وسلامة أبنائها. كما تعلمي ويعلم العالم أن الدولة المصرية والقيادة السياسية دائما ما تولي اهتماما بالغا بكل المصريين الموجودين، وذلك يتجسد أيضا في هذه الأزمة في السودان منذ اللحظة الأولى لاندلاع أحداث السودان، وكان في لجنة أزمة تم تشكيلها، كان في خطة محكمة لإجلاء المصريين بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا على سلامة أبنائها، ولا تزال الجهود مستمرة على قدم وساق حتى عودة المصريين مرة أخرى. ويمكن كان في أيضا تصريحات أن الدولة المصرية لن يخفو لها جفن أبدا إلا مع عودة آخر مصري في السودان يرغب في العودة مرة أخرى إلى بلاده وإلى أرض الوطن في أسرع وقت. الكل على أهبة الاستعداد الحقيقة، الكل يعمل بتكاتف لعودة المصريين أمن وسلامة مرة أخرى إلى أرض الوطن. الأعداد بتتزايد، والأعداد أيضا خارج المطار لأهالي وذوي المصريين القادمين بتتزايد أكثر وأكثر كل ساعة تلو الأخرى في انتظار أهلهم وذويهم للعودة إليهم مرة أخرى وللاطمئنان عليهم مما مروا به من وضع صعب وشاق للغاية في هذه الأزمة، الأزمة السودانية. يعني من هنا وهناك خارج المطار داخل المطار الهتافات دائما ما تعلو وتتزايد حبا في مصر، الكل يتحدث، الكل يهتف تحيا مصر، تحيا القيادة السياسية التي لم تنسى أبنائها في هذه الأزمة، تحيا السيد الرئيس. الكل كان يتحدث عن الجيش المصري وصلابة الجيش المصري وقوته، وكان الكل يبعث الشكر برسائل الحقيقة كلها فخر وعزة بالجيش المصري. الورود بتوزع على المصريين في كل مكان، القادمين من السودان، الحلوى، الطعام، الخدمات كلها متوفرة أيضا كالعادة أو كما جرت العادة في الطائرات اللي بتحمل المصريين القادمة إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية. الخدمات الطبية متواجدة، الدعم النفسي متواجد، يعني المسنين الحقيقة في ترتيبات كبيرة لهم وترتيبات كبيرة لاستقبالهم، حتى الكراسي المتحركة يعني دائما هي موجودة لاستقبال المسنين أو من ليست لهم القدرة على السير للظروف الصحية الخاصة بهم. الأطفال يعني تعلو على وجوههم الابتسامة، يعني الكل فرح، الكل سعيد بهذه العودة إلى أرض الوطن مرة أخرى. المشاعر مختلطة، في طبعا مشاعر بهجة ومشاعر حب ومشاعر فخر وسعادة بالرجوع إلى أرض الوطن، وفي يعني مشاعر مختلطة بالدموع، البكاء على ما شاهدوه في هذه الأزمة وبكاء الحنين أو بكاء السعادة، دموع السعادة بالرجوع مرة أخرى إلى أرض الوطن سالمين آمنين غانمين. القنصليات بتعمل على قدم وساق في الداخل السوداني سواء كانت في وادي حلفة أو في بورت السودان، السفارة المصرية في الخرطوم تعمل أيضا على قدم وساق، ويمكن البيانات المتتالية الرسمية الخارجة من وزارة الخارجية بتتحدث عن إعادة تمركز البعثة المصرية في الخرطوم لتقديم خدمة أفضل للمصريين هناك. هناك أيضا تواصل مستمر مع المسؤولين المصريين والمصريين في الداخل السوداني، رسائل متواصلة على يعني الأرقام التي يستطيعوا التواصل بها مع السفارة أو المسؤولين أو يعني المؤسسات الخاصة بعودتهم التي تعمل على تأمين عودتهم. هناك منشورات توزع عليهم بالأرقام التي يجب أن يتصلوا بها يعني كيفية الرجوع، حتى يعني رسائل، البعض كان يتحدث أن كان في رسائل على الواتساب كانت ترسل إليهم بشكل لحظي تطمئنهم على الأحوال، المتابعة ليهم كانت مستمرة على مدار الساعة، كان في يعني اطمئنان حتى من قبل المسؤولين على أحوالهم في الداخل، أو إن كانوا يحتاجوا أي شيء من أكل، من شرب، طعام، أي خدمات طبية، أي خدمات صحية.
ايضا يعني مع ما تقوم به مصر من تقديم هذه الرساله، رساله السلام والانسانيه، وان مصر هي حضن لكل العالم، هذه الرساله التي ارسلتها مصر عن طريق يعني فتح ذراعها للعالم اجمع للتنسيق مع الدول التي تحتاج ايضا لجلب رعاياها الى الداخل المصري وبعد ذلك تعمل على انتقالهم لدولهم. هذه الرساله اللي اكدت مصر عليها واللي اسفر عنها قدوم 16,000 يعني انسان او مواطن غير مصري الى الاراضي المصريه بعد ذلك سيقوموا بالعوده الى اوطانهم. هذه رساله اشادت بها العالم اجمع، اشادت بها كل وسائل الاعلام الغربيه والدوليه والعربيه، ان مصر يعني هي الامن والامان. الشكر من الدول المختلفه، من القيادات المختلفه في دول العالم لمصر على ما تقوم به من دور فعال ودور كبير للغاية في عودة رعاياها وأيضا عودة رعايا الدول الأخرى. ما زالت الأعداد مستمرة التي تقوم بالنزول من على متن هذه الطائرة، تعتبر هذه تقريبا الطائرة العاشرة لهذا اليوم. نتحدث عن أن اليوم فقط يعني هبطت في مطار القاهرة الجوي أو مطار عفوا شرق قاعدة شرق القاهرة الجوية، بنتحدث عن 10 طائرات لليوم فقط آية، والحقيقة أن ده رقم كبير للغاية. تعلمي أن مصر فيها أكبر أو السودان تحديدا فيها عدد كبير جدا من الجالية المصرية، وحتى كان في يعني بيان لوزارة الخارجية بيتحدث أن مصر يعني من أكبر الجاليات الموجودة في السودان. والحقيقة أن أي دولة بيكون عدد رعاياها في الداخل السوداني أكثر من 10,000 مواطن بيكون في بعض التعقيدات في عملية وصولهم أو عملية إجلائهم، وبالتأكيد كان هناك بعض التعقيدات، ولكن كانت مصر حريصة للغاية أنها تعمل على التأمين مع الجانب السوداني أن يكون هناك ممرات آمنة للمصريين وغير المصريين، سواء كان بالعبور الجوي أو بالعبور البري. والحقيقة كمان أن عند يعني سؤالنا واستضافتنا للمصريين القادمين كانوا أيضا بيتحدثوا أن مصر سهلت لهم كل يعني متطلباتهم وكل الخدمات، وتحدث معنا البعض عن الظروف الصعبة التي شاهدوها أو الظروف الصعبة التي عايشوها في السودان، وقالوا أن ذلك يعني لا يسوى أي شيء يعني في حين النزول إلى أرض مصر، أرض جمهورية مصر العربية، وأنهم فقط يشعروا بالأمان. حتى يعني هذه اللفتة التي يعني يتم تقديمها إليهم من إدارة الشؤون المعنوية، فكرة توزيع الورود، هي رسالة إن وصلتوا إلى بلد السلام وبلد الأمن، هي رسالة اطمئنان، وكأنها تعطي رسالة طمأنة للمصريين القادمين من السودان على متن الطائرات المختلفة. كنا بنتحدث إن بداية الغيث قطرة منذ 4 أيام، كنا بنستقبل طائرة واحدة، حتى وصلنا اليوم إلى استقبال 10 طائرات في اليوم الواحد على متن الطائرات العسكرية المصرية. مشهد مهيب، مشهد يدعو للفخر، طائرة تلو الأخرى عند قدومها وبدء هبوطها في قاعدة شرق القاهرة الجوية. الحقيقة الكل بيشعر بالفخر أن مصر دائما لها الأولوية، دائما لها يعني تضع مسؤولية أبنائها دائما على رأس أولوياتها، ودائما ما تنظر بكثب للمصريين سواء كان في الداخل والخارج، ودائما ما تؤكد أن المصريين هم لهم الأولوية أو المواطن المصري هو الأولوية يعني في حكمة وفي القيادة السياسية تحديدا أو يعني طريقة التعامل في الدولة المصرية، أن المواطن هو له الأولوية، المواطن هو كل شيء، الحياة الكريمة التي تقدم للمواطن المصري في الداخل وأيضا في الخارج هي أهم من أي شيء. والكل كان متأكد أن مصر لن تغض الطرف هنا أو هناك عن المصريين هنا أو هناك، ولكنها تعاملت بمنتهى الحكمة والفطنة والذكاء في هذه الأزمة، وتم التنسيق بشكل كبير للغاية مع الجانب السوداني لتأمين عملية العبور. والحقيقة يعني كالعادة مصر تبهر أنظار العالم بما تقوم به، ودائما المواطن المصري على رأس اهتماماتها وعلى رأس أولوياتها. آية، أنا يعني دائما أقول إن الصورة تكفي، ربما تحدثت عن الإجراءات والمجهود الجبار التي تقوم به مصر لعودة رعاياها من دول الأزمات ومنها السودان، والعمل فيها بيجرى على
قدم وساق على مدار الساعة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتلقى تقارير دورية وتقارير لحظية لحظة بلحظة عما يدور في السودان، ويطمئن لحظة بلحظة عن المصريين في الداخل السوداني. ما زالت الأعداد يعني تمر في الممر الذي كنا نتابعه وما زلنا نتابعه مع حضراتكم على الشاشة للمصريين القادمين من السودان، أعداد هائلة. بالأمس كنا بنتحدث عن أكثر من 2600 مصري قادم من السودان، ولكن الأعداد الآن أو لهذا اليوم تفوق بكثير هذا الرقم يعني الخاص الرسمي الذي تم إصداره الخاص ب 2500 منذ الأمس تحديدا، ولكن اليوم بالتأكيد الأعداد يعني تفوق هذا الرقم بكثير. أنا سأتركك آية الآن مع صور لنزول المصريين من على متن هذه الطائرة، وما زالت يعني الأجواء بشكل عام هي أجواء الفرحة والسعادة والبهجة. أعود إليك مرة أخرى آية وأتركك مع هذه الصور. موفدة إكسترا نيوز من قاعدة شرق القاهرة، أنا بشكرك يا نانسي، شكرا جزيلا على مجهودك الدائم.